تلقينا هذا الخبر اللي هو افجع الجميع ديال الوفاة ديال هذا الزميل ديالنا والأخ ديالي أنا عزيز وعندي علاقة به وطيدة جدا سيد نقيب افتقدناه في هذا الصباح اللي سمعنا الخبر ديال الوفاة ديالو وكنا عندنا أمل أنه غيتعافى وبعد ما كانت حالته استقرت ولكن قدر الله لا مرد له هذا هو الأجل ديالو المحتوم ووفاته المانية وحنا حقيقة تألمنا ولكن أمام قدر الله ما عندنا ما نديرو لأن هذا الموت راه حتمية وكل واحد كينتظر إمتى غادي يجي الأجل ديالو وهذا ولهذا سي بوعشرين رجل خلوق رجل ذا كفاءة عالية في ميدان المحاماة حيث أنه كان كنقيب دار بيضاء وكذلك أمين عام ديال اتحاد المحامون العرب هذا كل شيء نتيجة الخبرة ديالو والتجربة والحنكة ديالو والمرافعات القيمة اللي كان كيرافع بها أمام القضاء وكذلك القضايا اللي كان كي يتولاها كلها كان كيعيش معها بجوارحه وبمصداقيته وهذا كأنها قضيته وهذا مشهود ليه بهاد العناية ديالو اللي كان كيعتني بالقضايا ديالو وكانت عنده واحد النفس أنه يعني ما كتسمحش ليه أنه كما قلنا يكون ضعيف أو لا ما يوفيش هذيك القضية وفي حقها في البحث ولا فادة ولهذا هذا هرم من الهرمات الكبرى اللي عندنا في المحاماة أن اليوم كنفقدوه كتفقدوا لا أسرته كقضاء كمحامون ولا أسرة القضاء اللي احنا أسرة واحدة سواء محامي أو قاضي فاحنا أسرة واحدة وهذا كنتمناو ليه كنتمناو لوليداتو وكان نطلب الله أنه يرزقهم الصبر والسلوان وهو كنطلبوا ليه الرحمة وكنطلب من الله أن يسكنه فسيح جنته وإن لله وإنا إليه راجعون ولله ما أعطى ولله ما أخذ ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد أيام 24 عيونكم التي لا تنام.